الحمد لله حمد الذاكرين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة الفضلاء، نتحدث إليكم اليوم إن شاء الله تعالى عن منزلة من أعظم منازل الدين، ودرجة من أشرف درجات السائرين إلى الله تعالى. هذه المنزلة هي منشور الولاية، وهي روح الأعمال الصالحة، وهي قوت القلوب التي إذا خلت منها القلوب صارت الأجساد لها قبورا، وإذا خلت منها الديار خربت وصارت على أهلها بورا. هذه المنزلة من منازل الطائعين، هي من أشرف منازل العبودية التي يتعبد بها العبد لله تبارك وتعالى، وهي منبعثة من علم العبد بحاجته إلى الله جل وعلا. فالعبد الذي يعرف فقره، والعبد الذي يعرف ضعفه، والعبد الذي يعرف شدة حاجته إلى الله جل وعلا ينزل هذه المنزلة ويجاهد نفسه عليها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، ينقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: العارف يسير إلى الله بين منزلتين، منزلة مشاهدة المنة والنعمة الإلهية، ومنزلة مشاهدة عيب النفس وتقصيرها في العمل. فالعبد إذا لاحظ نعمة الله وعرف فضل الله تعالى عليه وما أجزله من نعم وما ضاعف عليه من العطايا الإلهية، فإنه ينظر في المقابل إلى تقصيره في طاعة الله وإلى تفريطه في جنب الله، فيكون ذلك باعثا له على هذه المنزلة وحاديا له في السير إليها والقرب من ربه تبارك وتعالى. إنها المنزلة العظيمة التي هي أشرف الطاعات وأفضل الطاعات، وهي منزلة الذكر لله تعالى. هي كما أسلفنا تنبعث من علم العبد بفقره وضعفه، لأن الله تعالى قال عن الإنسان: وخلق الإنسان ضعيفا، وبين مراحل خلقه ليعلم العبد أنه ضعيف، وليعلم العبد أنه محتاج إلى الله، كما أثنى الله تعالى على نفسه وعرف بذاته وأنه غني عن خلقه. كل ذلك ليذكر العبد ربه جل وعلا ويداوم على ذكره، فيكون الله تعالى معه. قال الله واعظا عباده: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لقد وعظ الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم موعظة هي لنا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم له، لأنه تعالى إذا ذكرتموه في الحياة الدنيا عند جنسكم من الناس فإنه يذكركم في الملأ الأعلى، ويذكركم عند ملأ هم خير من ملائكم الذين تتذاكرون فيهم ربكم جل وعلا. قال في الحديث القدسي جل وعلا فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وما أشرف أن يذكر العبد عند الله تعالى وأن يعرف في ملكوت السماوات. فذكر الله إذن هو أكبر من ذكرك أيها العبد الضعيف الفقير المحتاج، أعظم لك وأحظ لك عند الله في الدنيا، وأحظ لك عند الله تعالى في الآخرة أن تذكر وأن تكون في عباده الذاكرين. أيها العبد الفقير المحتاج، يقول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك إذا تصافت الجيوش وتقابلت الجموع واشتد الكرب وضاقت على الناس الأمور، فإن الله تعالى يعظ عباده المؤمنين بأن يذكروه وأن يكثروا من ذكره جل وعلا: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ووعظهم جل وعلا بأن يكثروا من ذكره، قال: فاذكروا الله، لأن الذكر عامل في الثبات، ولأن الذكر أقوى عامل في النصر كذلك.
فعلى العبد أن يذكر الله جل وعلا وأن يديم النظر والتفكر إلى حاجته إلى ربه جل جلاله. والله سبحانه وتعالى بين عظمة ملكوته وأنه قد أحاط ملكه بكل شيء وأنه على كل شيء قدير، ثم أثنى سبحانه وتعالى على الذين انبعثت لديهم الفكرة بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، فكان ذلك العلم وتلك المعرفة دالة وهادية لهم إلى ذكر الله جل وعلا. قال الله: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة الفضلاء، ذكر الله جل وعلا كذلك مع ما يطمئن به العبد إليه، مع ما يطمئن قلب العبد به إلى الله جل وعلا ويسكن إلى ربه وإلى جوار ربه سبحانه، وأن الله ناصره وأن الله معينه وأن الله مقيل عثرته. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على الذكر، والذكر منه مطلق ومقيد، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل اللسان الذي هو أداة الذكر قادرا على الحركة الدائمة، فالعبد الذي يذكر ربه لا يفتر لسانه من الذكر ولا يمل، والله سبحانه يجعل له معونة، والله سبحانه وتعالى يجعل هذا اللسان رطبا بذكره جلت قدرته، والله على كل شيء قدير، والله يخلق، ومن أحسن من الله سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا وتدبيرا. ثم شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الذكر المقيد الذي يأتي في أدبار الصلوات ويأتي في أذكار المناوات، منه أذكار المناسبات التي دونت فيها الدواوين، وهي الكلم الطيب الذي يرفع إلى الله جل وعلا، ومن داوم عليه فإنه الموعود بمغفرة من الله وبالأجر العظيم. قال الله تعالى: يثني على الذاكرين، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولما كانوا أهل سابقة وأهل منافسة على القرب وبكثرة ذكرهم لله جلت قدرته، فإن الله قد وعدهم سبحانه وتعالى بالفلاح، قال: واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر هو الذي يقرب العبد من فلاح الدنيا ومن الفلاح في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذاكرين، ونعوذ به من أحوال الغافلين. والله سبحانه وتعالى قد حذر من حال أهل الغفلة، قال الله جل وعلا: ولا تكن من الغافلين، وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بأن ذكر الله جل وعلا خير من كثير من الأعمال، وهو أشرف وأفضل من كثير من الطاعات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ربكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فإذا عرف العبد هذه المنزلة العظيمة للذكر فإنه يجاهد نفسه على أن يكون من عباد الله الذاكرين، وأن يكون من عباد الله الشاكرين، وأن يمتثل قول الحق جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وبهذا تحصل عمارة القلوب، وبهذا تحصل عمارة الديار، ويكون للعبد عند الله جل وعلا من الولاية ومن القرب ما لا يكون لغيره من الخلق، ويكون عند الله من المقربين. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
مر على جبل يقال له جمدان، وهذا الجبل يقع في شمال المدينة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا الجبل يقول أهل العلم سبق المفردون، أي أن هذا الجبل سبق الذاكرين بكثرة ذكره لله جل وعلا. وهذا قول ورد ذكره ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفطرة، وذكره غيره من أهل العلم. وقيل أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو التنبيه والإشارة لأصحابه بأن يذكروا الله جل وعلا، بأن يذكروا الله وأن يكثروا من ذكر الله، وأن الذكر هو الذي يجعل الإنسان سابقا وله حظوة عند الله تعالى. وإليك هذا المثال الذي نختم به، ذكره ربنا تبارك وتعالى عن عبده يونس عليه الصلاة والسلام لما ذكر ربه جل وعلا في الظلمات الثلاث. قال الله: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان هذا من أسباب نجاته كما ذكر المفسرون، وكما روي في الآثار عن ابن عباس وغيره من العلماء رضي الله عنهم ورحمهم. قال الله جلت قدرته: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولك شاكرين وإليك منيبين، وصلى الله وسلم على